أن عليها ليلة الحادي عشر من محرم ذهبت إلى الإمام الحسين أثناء الطريق عثرت في أحد الجثث ولما حققت النظر بهذه الجثة وإذا جثة ولدها عور عند ذلك خاطبت الإمام الحسين شنو تقول له زينب تقول له يا ريت تشوف بي الدهر شفته يا ريت تشوف بي الدهر شفته يا طحت وليد على التربان خويا خويا طحت وليد على التربان شفته قلت لحسين فدها العطش شفته هي جئتك والولد عفت رمية هي جئتك والولد عفت ماتان حد الحاد بسبينا وأبد ماتان ما جاي أمان حد الحاد بسبيين وأبد ما كان وبنات حسين من العطش وبنات حسين من العطش ماتين قلب غير طار الأجل قلبي غير طار الأجل ماتين شل بعمر وهلي بعدوا علي يا شل بعمر وهلي بعدوا وصلت إلى كربلاء ودموعي هاملة أين قبور أحبائي عندما وصلت زينب إلى كربلاء نظرت يمينا وشمالا قالت بابن أخي أين قبر أخي الحسين قال عما ها هو أمامك فنزلت من على ظهر الناقة ونادت يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين تقل أخويا عشت قل له انا الغالي اخويا اي وجيتك وجيتك يا ابنو اقعد يا اخويا وشوف حالي حال الغريب بغير والد اقعد يا اخويا وشوف حالي انا حالي الغريب بغير
المرة وتباري العيال العيال وياهو يشيل الحمل لو ما ميال ميال ميال. عاد هنا زينب توجهت إلى قمر العشير إلى نهر العلقمي، نادت أخي يا عباس، أخي يا كافلي، والله أنا مشتاقة لك. رمت بنفسها على قبر أخيها بالفض، شنو تقول له؟ يا ابن والدي يقعد اجيتي يا من نهر شو ما لقيتي يا ابن والدي قعد اجيتي يا من نهر شو عطشانة يا اخوي اعتنيتك اعتنيتك اشوف القبور نايم لقيتك اخوي عاتبك هاي كفيلي اقعد يا ابو فاضل احجي خويا وعليك تفطر دلي اشتاقيت لك يا بعد عيني وعليك ما هو يد ويني اقطع الظن يا خويا لو تجيني ويا نذكر القعدة سوية سوية ضر صابنا وعين جري ويا نذكر القعدة سوية سوية ضر صابنا وعين جري شعود خوتنا سوية يا أخو والله ما هاد ما هاد أحوذ قلب رتيه ما هاد وحزن مكلب بمكفى ما هاد أنا أحوذ قلب رتيه وحزن مكلب بمكفاي ما هايد كونك عدل خويا الشمر اي والله كونك عدل خويا الشمر ما هاد ولا يدنا ويطق بالصوت بيه